السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. معنا اليوم تطبيق مميز خاص بمتجر التطبيقات أبتويد، سأترك لكم اسمه في أول تعليق، فقط اكتبوه في محرك بحث جوجل وستحصلون عليه. إذن هذا التطبيق يوفر لك اكتشاف أفضل للتطبيقات، إذن ليس أمامك أي قيود على المحتوى لتجد أفضل التطبيقات. أيضا يمكنك أن تمتلك متجرك الخاص وتشارك التطبيقات المفضلة لديك. هنا يمكنك أن تسجل بحسابك ويمكن أن تتخطاه، تضغط تخطي. إذن هذا هو المتجر، يضم كم هائل من الألعاب والتطبيقات كما ترى، يمكنك أن تحملها وتحدثها بكل سهولة. هنا يمكن أن تبحث عن أي تطبيق، هنا المتاجر الأخرى، لاحظ كم هائل، وهنا التطبيقات المثبتة على الهاتف، أو يمكنك أن تثبتها على الهاتف، يمكن أن تقوم بعمل تحديث لها أو تقوم بتثبيتها مرة ثانية. إذن المتجر أذكركم متوفر مرة ثانية في أول تعليق، يمكنكم الحصول عليه. سنأخذ نموذجا، مثلا سنأخذ أي تطبيق من التطبيقات على سبيل المثال، هذا التطبيق، ستضغط على زر تثبيت وتواصل، وسيبدأ تعطيه الصلاحية، سيبدأ مباشرة في عملية التحميل وتثبته بشكل عادي جدا بدون أي مشاكل. كما ترى الآن يتم عملية تحميل التطبيق، كل ما عليك هو الانتظار بعض الوقت ثم تواصل مرة ثانية. إذن الآن وقد تم تحميل التطبيق، ستضغط على الإعدادات كما تعلمناها سابقا، تعطيه الصلاحية وتقوم بتثبيته مباشرة بهذا الشكل. يبدأ الآن في عملية تثبيت التطبيق. المتجر يضم كم هائل من الألعاب ويضم كم هائل من التطبيقات، احصلوا عليها مجانا. إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة.